اخويا الدري درويش لا عمر دار تيهبط ما عندوش مع البشريه تيعمر في القهوه بوحدو. تسمعنا اخويا هاد الاخبار هادي تيقالوا لنا الدري راه شنق راسو مسكين. قالك زيد في 91 اخويا. قلت لك هذا السيد هذا هو الدرب ديالنا وكنعرفوه زعما ساكن وحديته. كان بايت ديجا قيل كان مجوج ونفصل عن الزوجه ديالو هادشي اللي كان نعرفو حنايا تقريبا واحد الشهر. المهم كيعيش واحد بالزنقه كيدوز زعما سيد مزيان ودرويش وما كيخالطش الدراري. هادي تقريبا واحد اليومين كان داجا عندي القهوه هنا كيهضر معايا زعما بأدب. داز السيد ساد على راسه ما تقدرش تعرفو كيفاش بدا كي واش مريض ولا. انا اللي سولت عليه الدراري دابا قال كيدير كان كيدير شي تريتمون. او شوف هادي الحاله ديالو مسكين وكدايا. ايوا جات واحد الخاله ديالو هي اللي جات هي الاولى حلت كتجي تزورو. فاش جات زارته حلت الباب لقات السيد هادي دابا اللي قالت هي حلت الباب لقاتو شانق راسو هبطت هي باش جاو جات السلطه وجاو الناس ديال اللي مكلفين بهذا الميدان ديالهم هما اللي عارفين باش جاو راه السيد راه باقي مسكين دابا الفوق وكدايا الله يبطل. وهذا الشيء اللي كاين اخويا هو بحاجه واحده الله يعمر السلعه الدري مسكين والله يرحمه. خويا احنا كنا مريحين اخويا في الحي ديالنا في اليونس دارنا تاش نتفاجئوا بالسلطات المحليه تجينيش تقول لك راه واحد السيد قام بالشنق راسو فهمتيني قام بعمليه انتحار والدري كان بخير فهمتيني حدودي ما كانش يعمر مع الناس تيجي شريح في قهوه بوحدو شريح لا كان جا من الخدمه شريح بوحدو فهمتيني ما كانش عنده مع الناس ما كانش عنده مع الخشيرات مع البشر كاع الحي اللي كنا متواجدين بالحي كامل هذا الشيء اللي كاين.